أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أن مطلق النار على الجانب الإسرائيلي من جسر الملك حسين هو مواطن أردني يدعى ماهر الجازي، وقاد شاحنته للضفة الغربية قبل أن يقوم بإطلاق النار في تصرف فردي. وأضافت الداخلية الأردنية أنها تنسق لاستلام الجثمان لدفنه في الأردن. لم يكن وداعه لأهله وقريته هادئا يشبه شخصيته التي عرف بها بين أهله وجيرانه، فبعد عملية قتل على إثرها 3 إسرائيليين نفذها ماهر الجازي، قضى هو الآخر على يد الجيش الإسرائيلي. الحدث كان مفاجأة كبيرة لأهله بحجم أثره وقوته. ماهر عسكري متقاعد، اتجه منذ عام للعمل على شاحنة لنقل البضائع للضفة الغربية، مرات كثيرة دخل فيها الأراضي الفلسطينية قبل تنفيذه العملية. قضى الجازي دون أن يترك تفسيرا عند أقرب الناس لديه، فهل كان يخطط لعمليته وما هي الأسباب؟ دمه مش أغلى من دم أبناء غزة ولا دم الفلسطينيين. دم الفلسطينيين أغلى من كل شيء. كل يوم الشهداء في غزة وفي فلسطين، فالناس ضاجة وثائر الناس من اللي حصل في غزة. يعني هذا يحرك جوارح الإنسان، يحرك مشاعره، يحرك فيه النخوة، يحرك فيه الشهامة، المروة، كل شيء يتحرك فيه. واليوم يودعه أولاده الستة في محافظة معان جنوب العاصمة الأردنية عمان، في حين تبقى التحقيقات مستمرة في عملية استفاق عليها الأردنيون وتركت صدى كبيرا بين الأوساط الشعبية والرسمية الأردنية. من محافظة معان، عماد العضيلة، الحدث. شاحنة محملة بالبضائع وصلت من الجانب الأردني إلى الجانب الإسرائيلي في منطقة التفريغ والفحص. ترجل سائقها وأطلق النار من مسدسه، قتل 3 إسرائيليين وقتل هو أيضاً. وصل منفذ الهجوم عبر الأردن على متن شاحنة باتجاه معبر ألمبي، وترجل من الشاحنة وأطلق النار على القوات التي تحرس المعبر. قوة الأمن قضت على المنفذ، كما قتل عدد من الإسرائيليين الذين أصيبوا نتيجة الهجوم. يشكل المعبر شريان الحياة الوحيد لسكان الضفة الغربية، يسافرون من خلاله إلى الأردن ومنها إلى باقي دول العالم، ومنه أيضاً تدخل البضائع والمساعدات. يتكون من 3 محطات: المحطة الأردنية واسمها جسر الملك حسين، والفلسطينية واسمها معبر الكرامة، ويتوسطهما الجزء الإسرائيلي واسمه جسر ألمبي. وبينما أعلنت السلطات الأردنية فتحها تحقيقاً عاجلاً في واقعة إطلاق النار، اتهم نتنياهو ما وصفه بمحور الشر أنه يقف وراء العملية. هذا يوم صعب، نحن محاطون بأيديولوجية قاتلة في الشرق الأوسط يقودها محور الشر. ترتبط الأردن بإسرائيل بـ3 معابر برية: جسر الشيخ حسين ويستخدم للمسافرين من فلسطيني الداخل، وجسر الملك حسين ويستخدم لسكان الضفة الغربية والبضائع، ومعبر قرب العقبة يستخدم للعمال والسياحة. ويخشى الفلسطينيون أن تكون لهذه العملية تعقيدات أمنية إضافية من إسرائيل على حركة مرور البضائع والمسافرين عبر المعبر وإلى العالم.